يقول: رجل توفي وبعد وفاته بسنوات بيعت أرض كان يملكها بمبلغ 205,000 ريال، ولديه أبناء، خمسة ذكور وابنتان، إضافة إلى زوجته وأمه، فكيف يقسم المبلغ بينهم؟ الأم لها السدس، نعم، والزوجة لها الثمن، ثم ما بقي بعد السدس والثمن يكون لأولاده الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما طريقة القسمة، فالمبلغ 205 يقسمه على 8، هذا يخرج به نصيب الزوجة، ويقسم على 6 ويخرج نصيب الأم. الأم، المتبقي ما خرج نصيب الزوجة ونصيب الأم يقسمه من 205، ويقسم الباقي كم هم؟ 5 ذكور، 5 ذكور وابنتان، وابنتان، يقسمه على 12، الناتج هو نصيب البنت، ويضربه في 2 هو نصيب الذكر بارك الله الابن. بارك الله فيكم.